نريد نعرف حالياً استعداداتكم لزيارة الأربعين في خطوة ومسجد الإمام علي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تم التنسيق من قبل مديرية الوقف الشيعي وإدارة مجلس خطوة الإمام علي مع جميع دوائر الخدمية ومحافظة البصرة والقوات الأمنية بالتنسيق ووضع الخطة للدخول الزائرين وخروجهم إلى المسجد، فضلا عن التنسيق مع باقي الهيئات الخدمية الغير حكومية لقيام بالأعمال الخدمية لتقديم الطعام للزائرين، وهيئة المواكب التنسيق مع المواكب لنصب السرادق على طريق الزائرين من ساحة السعد إلى المسجد وجميع الشوارع المؤدية إلى المسجد، علما أن الزيارة ستكون مليونية وتبدأ الزيارة في مجلس خطبة الإمام علي من الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء إن شاء الله، وتنتهي يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ليلا. نعم، كم عدد المواكب الخدمية التي ستشارك في مراسم الزيارة؟ عدد المواكب الخدمية يعني حسب ما طلعنا عليها حاليا ما يقارب 200 موكب الآن جاي نصب من قبل هيئة من قبل المواكب من أهالي البصرة للقيام بالخدمة للزائرين. تقريبا الفرق الصحية التي أيضا ستشارك، هل تم التنسيق؟ اتصلت دائرة الصحة بمفتاحة البصرة مع التنسيق مع دكتور حسين مدير مستشفى الزبير لنصب مستشفى متنقلة داخل مجلس خطوة الإمام علي لتقديم ملتزمات الطبية للزائرين. القوات الأمنية كيف أمنت الموقع يعني؟ يعني قبل 3 أيام كانت القوات الأمنية متواجدة على الطريق وداخل المسجد، والتنسيق مع الاستخبارات مع الحج الشعبي وقيادة عمليات البصرة لحد يعني الليلة البارحة يعني متأخرة من الليل هم استنفار كامل للقيام بالخدمة الزائرين. نعم، تتوقعون تقريبا يعني تقريبا تكون مليونية يعني متوقع أن تكون مليونية، لأن الزائرين أغلبهم رجعوا من كربلاء فسوف يتوجهون إلى مجلس خطوة الإمام علي. أيضا تتوقعون وصول زائرين من محافظات جنوبية؟ لا، نحن المتوقع الزائرين يكون من خارج البلد يعني من قبل الكويت أو إيران أو باقي الدول الأخرى الخليجية. سجلتوا هكذا أعداد العام سجلت الماضي؟ العام الماضي سجلت أعداد دخول إيران ودول الخليج، وحاليا الآن يعني الآن المتواجدين الآن من باكستان وجميع الدول إن شاء الله متوجهين إلى المسجد.